صباح الفل يا حاجة أميمة. صباح الحب وصباح الورد. يعني ما شاء الله ما شاء الله 50 سنة، يعني حب وسعادة ويا رب 50 زيهم. يا رب احكي لنا السر في ايه؟ يعني الست هنا تقدر تعمل ايه عشان تخلي جوزها يحبها كده ما يزهقش؟ أقول لحضرتك على حاجة، أولا تقول لاف بعض، دي حاجة. الحاجة التانية الواحدة ما تبصش لعيشة غيرها، بس ترضى يعني ايه تقول الحمد لله على السراء والضراء. طول ما انا ما ببصش لحاجه حد، يعني مثلا ايه ابص للي اقل مني، الاقي نفسي انا في نعيم والاقي نفسي كويسه. يعني مثلا ايه ابص لواحده لابسه مبهدل اقول الحمد لله ده انا لابسه كويس جدا، ابص لواحده يا عيني عيشتها على قدها اقول الحمد لله ده احنا لسه الحاجه جايب لنا كذا. ما بصش لحد اعلى مني، لو بصيت للي اعلى منك مش هتعرفي تعيشي. والله العظيم يا حاجه اميمه انت قلتي اهم جمله النهارده، الرضا ثم الرضا ثم الرضا. رب ايوه هو الرضا والله راحه، راحه جدا. ايوه الرضا عباده، اصلك نوع من انواع العباده الرضا ده والله. انتوا عندكم 19 حفيد؟ عندنا 19 حفيد، وفي حفيدي في حفيدي الكبير مهندس خطوبته يوم الجمعه الجايه دي. الله ربنا يخليه لكم يا رب. ربنا يخليكم، ربنا يكرمكم. طب يا رب. وعلى كده احنا بنشوف يعني انتشار لقصص الانفصال والطلاق على السوشيال ميديا علشان قصه المقارنه، وحضرتك بتقولي كلمة السر في امتداد علاقتنا على مدى 50 سنة هي الرضا. يعني هنا ناس ما بترضاش وهنا ناس بترضى. تقولي ايه للجيل ده، او تقولي ايه لأي واحدة او اي واحد داخل يتجوز اليومين دول؟ اقول لهم بصوا للأقل منكم وتحطوا نفسكم مرتاحين، ما تبصوش للأعلى منكم خالص، وتقول لها بعض والإخلاص الإخلاص. وبعدين الراجل الحنين رزق، الراجل الطيب رزق، الراجل المخلص رزق. والله الحمد لله ده رزق والله. انت حبيبي استنى بس. والله العظيم والله يا جماعه وحياه ربنا والله العظيم، عارفين لو تشوفوا فيديوهاتنا والله العظيم احنا ما بنمثل ولا بنقول حاجه لاي حد كده اي كلام. اقسم بالله انا الحاجه عندي اغلى من روحي، اقسم بالله لو حد جه قدامنا كده وقارن قال لي تموت انت ولا هو يموت اقول له لا، انا ما اقدرش اشوف في يوم يزعلني، ما اقدرش. احنا لو اي حاجه يعني لو في حاجه مزعلاني احنا الاثنين مع بعض. استنى يا قلبي، لو في حاجه مزعلاني ما اقولهاش قدامه. هو نفس الحكايه اقسم بالله، هو عشان يعمل لي العمليه دي، عشان كنت كل يوم الثانيه غيبوبه من السكر وكنت دايما تعبانه من السنه، مش حاجه مضايقاني ولا حاجه. انا بفضل الله بفضل الله عندي 6 اولاد، الـ6 متجوزين، 3 صبيان و3 بنات. الحمد لله من معاملتي انا ووالدهم مع بعض، هما بيتعاملوا كده مع رجالتهم، والتانيين برضه نفس الحكايه. الحمد لله. يعني احنا النهارده بنتكلم ليه عن قصتكم يا حاجه اميمه؟ عشان يمكن بنشوف قصص كتيره دلوقتي، شباب صغير مع اول مشكله بتحصل بينفصلوا، اول ازمه بتحصل ما يقفوش فيها جنب بعض. شفنا نماذج كتير لسيدات وكمان لرجاله واقفين جنب يعني مراتاتهم وزوجاتهم، ونفس الفكره سيدات واقفين جنب جوازاتهم. شفنا ست اتبرعت بفص من كبدها، شفنا نموذج زيك يا حاجه اميمه. يعني بنشكرك ليكي الحاجه اميمه، كل الشكر للحاج فتحي هنداوي شاهين.